يقول سأل ماذا تفعل المرأة إذا علمت أن زوجها تزوج عليها؟ هذه يعني بالنسبة لكثير من النساء تعتبر مصيبة لها، فعليها أن تصبر، لأن هذا أمر قد تم، تصبر وترضى بقضاء الله وتتقي الله في نفسها وتتقي الله في زوجها وتبدأ حياتها من جديد على هذا الأساس، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق نفسها ولا طلاق أختها، وإنما تصبر وتحتسب عند الله تبارك وتعالى وتتحمل وتسأله أن يتقي الله فيها ولا يظلمها بعد هذا الزواج.